السلام عليكم، غادي نتحدثوا على مقابلة العمر بالنسبة لبدر هاري وبالنسبة للأوفريم الوحش بين قوسين الهولندي 45 سنة، في حين بدر هاري 37 سنة. إذا المباراة ديال أعمدة الكيك بوكسينغ العالمية، زوج ديال الأعمدة غادي يتواجهوا، سبق لهم كل واحد انتصر على الاخر بالضربه القاضيه في نزالات مختلفه. غادي ان شاء الله يدخلوا الغمار ديال الحلبه غدا السبت بهولندا برسم الجلوري فور. اذا المنتصر فيهم سيبقى في الحلبه سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه، والمنهزم سيودع الكيك بوكسينج الى الادب للابد. وان شاء الله نتمنى انتصار بدر هاري باش تعود له الثقه. انتصار على اوفريم سيمهد الطريق لبدر هاري لمواجهه الوحش الهولندي ريكو، وانتصار اوفريم سيمهد الطريق كذلك مجددا لمواجهه ريكو او جمال بن صديق. حاليا الثاني في الجلوري نمبر 2 هو جمال بن صديق، ونمبر 1 هو الوحش بين قوسين ريكو. بدر هاري سيدخل غدا ان شاء الله في امسيه جميع المقاعد فيها محجوزه. كيك بوكسينغ العالمي سيشد الرحال الى هولندا، وكل الانظار ستكون صوب ملعب المباراه حيث سيتواجه بدر هاري والغولياضور اوفريم الهولندي. كاين هناك امسيه مغربيه كذلك، تواجد مغربيه ومغاربه في هذه الحلبه، الا ان النزال الرئيسي هو نزال بدر هاري واوفريم الهولندي. نتمنى من اعماق القلب انتصار بدر هاري الذي سيدخل غمار المباراه باللون الاسود ومكتوب على عليه في الظهر آيات الكرسي. فبدر هاري يتحلى ويتسلح بالإيمان وبآيات الكرسي وبكل معاني الإسلام في هذه المباراة، وإن شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. انتصار لأن تبقى رياضة، انتصار في الرياضة إن شاء الله تكون بدون يعني عنف إضافي، بالتالي تسجيل النقاط فقط أو بالضربة القاضية إن شاء الله. انتصار البدر هاري على أوفريم الهولندي. نتابع المباراة غدا إن شاء الله، وبعدها لكل حديث حديث لشعور أن بدر هاري سينتصر. وأنتم ماذا تقولون؟ خليونا في التعليق الرأي ديالكم في هذه المباراة اللي كتعرف حضور جماهيري كثيف، مشاهدة عالمية، ومع الأسف غادي يكون منقول على الانترنت على القناة الخاصة بالجلوري، وما كاينش هناك قنوات تلفزية أو فضائية ناقلة مع الأسف، ولكن تبعوا في الانترنت. وإن شاء الله يكون التوفيق لبدر هاري المغربي، وبه يعود لمواجهة ريكو في مباراة مقبلة إن شاء الله، ولما الانتصار عليه وبعدها التقاعد. بعدها سيتقاعد مرتاح البال. إذا موعدنا غدا إن شاء الله بالتوفيق لبدر هاري ولجميع المغاربة. السلام عليكم.